هي دي الصورة اللي أنا بقولك عليها. أه دي اللي كانت اللقطة بتاعت اللي متصورة من برج الجزيرة، حاجة من الحاجات المهمة جدا الحقيقة. وأعتقد إن الصورة دي مهمة جدا بالنسبة لك كمان يا بيرسي، على الرغم من إن هي متاخدة كده، لكن أعتقد إنها مهمة بالنسبة لك. Yeah, look, I think the picture, أعتقد أن wow. الصورة كانت هائلة، فأنا سعيد للغاية أنها تم اتخاذها، لأن الجميع كان يريد هذا سرا، ولكن عندما رأيت الصورة وأن الأشخاص والجماهير مهتمون بذلك، وأن يذهبوا ويبذلوا كل هذا المجهود لالتقاط هذه الصورة، لم أفكر في ذلك أبدا، ولكن أعتقد إنه ما يمثله النادي والبطولة.